10. تشتري لي سموزي بجنيه ورق؟ تاخد السموزي ده بجنيه؟ تمام بس بجنيه ورق. بجنيه ورق؟ لا مش عاجبني ورق. معاك جنيه ورق وتاخد السموزي ده؟ ورق لا. معاك جنيه ورق؟ وريني. الله 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 يا لهوي، ده طالع من المقبره بس شغال. الف مبروك يا فنان. لحظه واحده، امال ايه؟ معاكش جنيه ورق؟ جنيه ورق ليه؟ هو ايه اللي، تعالى بس قرب، انت خايف ليه يا عم؟ معاك اتفضل. معاك جنيه ورق؟ وريني. معاه كل حاجه في العالم، معاه محفظه وهاند فري. ايه ده يا ابني الحي. الف مبروك يا فنان. وانت معاك طب جنيه 2005؟ 2023 ولا 2024 حتى؟ معاك كام طيب يا عم؟ انت عايز تكسبني وخلاص؟ اه عايز اكسبك. 50 جنيه ماشي. مزوره دي ولا ايه؟ مزوره ايه يا عم؟ تكوينهم ولا غسلينهم؟ سموزي بارادايس فتح فرع جديد في وسط البلد وعامل قلق، فجينا النهارده عشان نفتعل المشاكل. يا جدعان السموزي بجنيه ورق، تاني جنيه ورق، 9 جنيه ورق، هنلم الجنيهات الورق اللي في البلد. يلا بينا نشوف الحوار ده. اعمل لك بروباجندا دلوقتي قدام المكان. يا جدعان السموزي بجنيه ورق، تاني جنيه ورق، تالت جنيه ورق، رابع جنيه ورق، تلاتة ايه هو واحد بس، اربعة جنيه ورق، مين قال السموزي بجنيه ورق، خمسة جنيه ورق، ستة جنيه ورق، مين قال انا؟ اتنين ونص، وتعالى بص، اتنين ونص، اقفوا لي طابور هنا على جنب. السموزي بجنيه ورق. ايوه يا حاج، جبعت يا حاج. 8 جنيه ورق، 9 جنيه ورق، هنلم الجنيهات الورق اللي في البلد. عم اشرف حبيبي، تعالى يا عم اشرف. انت عارف عم اشرف؟ لا حبيبي عم اشرف ده. ثواني يا عم اشرف، 21 جنيه. لا مقطوع ده، مقطوع والله. مع 28 جنيه ورق ده كده المحل هيقفل. يلا بينا بقى زي ما انتوا كده، اوعى حد يتحرك. ستة بطيخ وستة كنتالوب. ده الحاج اللي طلب بطيخ. اتفضل يا باشا. لا اللي دفع جنيهات انا حافظ. انت دفع. اللي دفع انا حافظ. اللي هيتنكر خد يا باشا. لا دول عم اشرف، دول تبع عم اشرف مش تبعه. لا انا واخد 25 موزع 33. الزحمه دي ليه؟ مش عارف. السلام عليكم. لو معاك جنيه تاخد السموزي ده ببلاش. جنيه ورق؟ اه. ايه ده انت مجهزه؟ خد يا فنان الف مبروك. استنى خد يا فنان. Hey, if you have one pound paper you can take that. Really? Yep. Really? Search, yep. I guess my wife has. Okay. Okay, هو فضة بس شغال. This is coin but okay. Take the shilimo. باي باي. شكرا. العفو. هو فضة بس مش عايزين نضرب السياحة. ايه يا باشا الزحمة دي ليه؟ ايه عروض اللي انت وريني؟ اتاري الناس واقفه بورقه. اي يعني كل ما انت معاك الورقه دي خصم 50%. والله العظيم لو معاك جنيه ورقه هتاخد ده ببلاش. لا لا العروض دي فيستك، احنا خلينا في ال 50%. يلا يا باشا بينا. يعملهم كام في البنك المركزي دول؟ سموزي بارادايس فتح فرع جديد في وسط البلد، شارع طلعت حرب عند حلواني العبد، وكمان عمل مشروبات جديده. شجره المانجا. مانجا سوفت ايس كريم، ودي مانجا سوفت ايس كريم مكسرات. فين الشوك والمعالق؟ يلا ندوق. دي مانجا اساسا مش اوانها. المانجا كانت وحشاني والله. عايزه تدوقي تعالي. فين الشوكه؟ النهارده عيد ميلادي. بتهزري؟ يعني احنا بنفتتح عيد ميلادي. خش معانا في الايس كريم. استنى ادوقكم المكسرات. ده مانجا ايس كريم مكسرات. خش ما تتكسفوش بقى. يا جدعان انا لو دافع لهم فلوس، لو المحل دافع لهم فلوس مش هيعملوا كده. هو ايه تعالوا فرح ابن العمده؟ سلام عليكم.